استاذ من فضلك. ايه في ايه؟ الاستاذ ميت. وبعدين مش عايز يدفن. احنا مش فاضيين له. ارحمنا بقى. ايه يا استاذ؟ ايه يا جماعه؟ يا جماعه خلاص. حضرتك تقربي له ايه؟ مراتي. ارملتك يا بيجح. معاك شهاده وفاته؟ ايوه اتفضل. ايه وريني دي شهاده وفاتك. ايوه. وانت معاك تصريح بالدفن؟ ايوه هات هات. وريني ما انت ورقك سليم اهو. امال ايه وجه اعتراضك؟ الاحتجاج. انا بقى اسجل احتجاجي ان الجنازه دي لا تليق بيا. يعني مش ناوي تندفن؟ لا هدفن طبعا بس بمزاجي وفي الوقت اللي احدده. انا هنا قاعد على قلوبكم. اسمع انا مش عايز قلق. السفاره الامريكيه على بعد 50 متر من هنا والانجليزيه على بعد 70 متر. يعني تتكل على الله وتروح تربتك. عيب. انت راجل مسؤول. انا شامم فرحه كلامك ان في تهديد. انت اسمك ايه يا ولد؟ الله 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 الله. ده انت راجل رزل فعلا بقى. رجعوه مكانه. الوزير بتاعك اهو زميلي. نزلوه صندوق وهعرف اربيك. نزلوه. يا ساتر يا رب. ربنا يكون في عون سعادتك. مش ملاحظ حاجه في الكابوس ده عطيه؟ هو فظيع فظيع. لا غير انه فظيع. قوه الملاحظه عند سعادتك اقوى يا فندم. انت ما كنتش موجود. ما حضرتش الجنازه بتاعتي مع ان انا مخليك دراعي اليمين. ها يا فندم انا ممكن فعلا اكون ما كنتش موجود بس ده لاني مت بسعادتك. مش معقول اكون موجود وما احضرش جنازه سعادتك ابدا يعني. الله يجازي شطارك. انت شطارك يا انت عبقري. يا فندم مش ممكن تشك في اخلاصي. ربنا يجعل يومي قبل يومك. على الاقل اضمن لنفسي جنازه محترمه في عهد سعادتك. محدش عارف مين هيموت قبل مين او بعد مين. المهم انت بكره الصبح هتروح للدكتور نفساني. عايزك تبقى انا. طبعا كل حاجه بقت معروفه ليك والملف بتاعي بقى مفتوح قدامك. تخلي بالك. ها حاضر. ايوه هدى انا عطيه. وحياتك دوري لي في اجنده التليفونات بتاعتي على نمره الدكتور يوسف نصر طبيب الامراض النفسيه. لا, لا 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 مش عشاني. الكتاب الذي ينتظره الجميع الأسرار الشخصية لرأفة رستم كما يرويها نائبه عطية عصفور. ما حقيقة الدور الذي لعبه رأفة رستم في الحياة السياسية؟ وهل حقا كان يعمل لحسابه طوال هذا الوقت؟ حياتي الخاصة هل كان معتدلا مستقيما أم ماجنا مبتزلا؟ كل هذا نطرحه عليكم في هذه الحلقة من برنامج الاتجاه المغلق. لقد أثار الكتاب الذي ألفه السيد عطية عصفور عن فضائح الوزير رأفة رستم لغطا في المجتمع. فمن تربح إلى تهريب أموال إلى كسب غير مشروع إلى ومش فاهم ليه الفساد يستفحل إلى هذا الحد. القضية صوت وصورة في حديث المدينة. أستاذ عطية عصفور كتابك أصبح حديث المنتديات. السؤال هل تتحمل أنت مسؤولية الاتهامات الموجهة للوزير رأفة رستم؟ أتحمل مسؤولية كاملة يا فندم وكل اتهام عندي ليه بدل الدليل 10. Don't go for that heavy grandma, huh? Okay, maybe you'll be interested in a little phrenology, which is by no means the least of my many accomplishments.
الو، معقول يا هدى اقوم من النوم ما الاقيش اي حد؟ لا مش هتلحقوني، انا رايح للدكتور دلوقتي. اسمعي ما تعمليش عشاء، انا لما اجي هننزل كلنا نتعشى مع بعض. اوكي، ثانيه واحده اشوف مين على الباب. الخبر كان صدمة مؤلمة جدا، ولولا عناية ربنا أنا ما كنتش هقدر أستحمله. المرحوم كان من أخلص الرجال وأكثرهم وفاء وأمانة وشهامة. كان أخ قبل ما يكون صديق، وصديق قبل ما يكون زميل. خسارته لا يمكن تعوض. لكن هو انتحر ليه سعادة؟ مين قال إنه انتحر؟ عطية عصفور لا يمكن ينتحر. الدكتور يسري نصر، وحضرتك عارف انه دكتور نفساني، بيقولوا انه كان واخد منه معاد بعد الحادث الاليم بثلاث اربع ساعة. عطية عمر ما كان مريض نفسي، مش اي مريض نفسي يبقى عنده استعداد للانتحار. يكون اتقتل يا فندم؟ مين يقتل عطية؟ من ذلك الوحش الكاسر القادر على قتل البراءة والعفة والأمانة والشهامة؟ إذا وجد هذا الشخص قولوا على الدنيا السلام. ما تبقاش دنيا، ما تبقاش دنيا.